هو كل إنسان معرض للوقوع للذنب، يعني المعصوم من عصمه الله، وهي جعلها للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. والله جل وعلا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أننا نخطئ بالليل والنهار، وهذا واقع. ولذلك الإنسان المسلم دائما إذا أخطأ يرجع إلى الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك إذا تاب الإنسان إلى الله توبة صادقة نصوحا فإن الله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل سبحانه وتعالى، لا يرد تائبا جل وعلا. وإذاك يقول في الحديث نفسه، يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان إذا استغفر غفر الله له، فإذا غفر الله ذنبه غفر أزال الله الأثر قطعا. نعم.